أهلا ومرحبا بكم معنا أعزائي المشاهدين، مساء الخير وحلقة جديدة من وصل صوتك يتجدد فيها لقائنا معكم، وعلى موعدنا كل يوم من السبت للخميس من الخامسة وحتى السادسة والنصف على الهواء مباشرة. وموضوع حبينا نطرحه احنا وياكم على الهواء، رح نعلق عليه بهذا الاتصال الهاتفي الذي يسعدنا ان ينضم به الينا مدير مديريه الاعلام والتثقيف الوقائي في مديريه الدفاع المدني العقيد فريد بك شرع. مساء الخير عطوفتك. مساء الخيرات مهندس عروب، يا حياك الله. مساء الورد وتحياتنا لكم في البدايه، يعطيكم الف عافيه فريد بك. يعافيك ويسعدك ووفقك يا مهندس، حياك الله. تسلم. عطوفتك، يمكن يوم أمس تعاملتم كمديرية الدفاع المدني العاصمة مع حادث حريق لأسطوانات غاز بأحد مكاتب الخاصة بوكالات الغاز. الملفت للانتباه فريد بيك بأن عدد الأسطوانات كما علمنا كان حوالي أكثر من 50 إلى 60 أسطوانة غاز، وما يلفت أكثر بأن هذه الأسطوانات تواجدت في مكتب وليس في مستودع اللي هو المخصص لحفظها. أسباب هذا الموضوع فريد بيك وطريقة تعاملكم مع مثل هذه الحوادث، وهل يوجد عقوبة تقع بحق من يمارسون مثل هذه الأمور والاستهانة بحياة الناس؟ تفضل. نعم، شكرا شكرا مهندس عروب، ودائما أؤكد وحقيقة يعني شكري الجزيل إليك على يعني التأشير على كثير من مواقع الخطر ومتابعة الحوادث اللي حقيقة فيها نوع من الحساسية مثل هذا الحادث. كما تفضلت يعني للأسف 50 أو 60، لا هو الحقيقة 60 نعم أسطوانات داخل مكتب تابع لإحدى وكالات الغاز في منطقة الأشرفية، نتج طبعا داخل الحريق. إذا تستغرب مهندس عروب إخواننا المشاهدين أنه الستين أسطوانة موجودة في حيز مكتب فقط، هو عبارة عن 7×4 متر، بمعنى 28 متر مربع في 60 أسطوانة. طبعا مش كلها ملأة، في منها إشي مليء وإشي فارغ، لكن بشكل عام هذا العدد حقيقة هذا المكتب ليس مخصص لوضع مثل هذه الأسطوانات، هو إنما رابط وهمزة وصل ما بين المواطن وبين المستودع الرئيسي اللي للوكالة. نعم. إحنا دائما يعني من باب التخفيف على أصحاب الوكالات نقول، وحتى يتسنى لبعض المواطنين إذا بده يأخذ أسطوانة مباشرة نسمح لهم ضمن تعليمات أو تعليمات الجهات المختصة المعنية بهذه السلعة الحيوية والهامة للمواطنين، حقيقة يعني من باب التخفيف نسمح لهم من 10 إلى 15 أسطوانة حد أعلى، بمعنى 10 أسطوانات مليئة و5 فارغة كحد أقصى للتواجد في المكتب طبعا. نعم. والتبدل أول بأول، لكن أنه حط 60 أسطوانة في مثل هذا الحيز حقيقة هذه مغامرة، أمر مرفوض يعني، ومغامرة بحياتهم وحياة الناس كمان مغامرة. وإذا ما علمنا حقيقة حتى يعني لا نستوقي الأمور يعني احنا شفافين جدا، وأي معلومة نستطيع أنه نصل إليها نبثها مباشرة. من حيث المبدأ شهود العيان حقيقة أفادوا، لأنه للأسف العاملين الاثنين اللي كانوا في المكتب لما شب الحريق بدال ما يعملوا على أخماده وبلغوا الدفاع المدني هربوا من المكان، الأمر اللي شدد حقيقة الشبهة اللي أفادوا فيها بشهود عيان موجودين أنهم كانوا بيعملوا على يعني تعبئة الغاز من الأسطوانة الرئيسية إلى البريموس الطباخ المتنقل، طبعا بيعبوه بدينار أو دينارين، هو مكسب غير مشروع للأسف من حيث المبدأ، وبالتالي هو أيضا يشكل خطورة لأنه التعبئة لأسطوانات الغاز بشكل عام لها شروطها ولها معداتها وأدواتها الخاصة في مصفات البترول، ولكن هذه التعبئة من خلال نقول دربيش خارجي ويعني طريقة استنباطية تقليدية بدائية، وحقيقة هي ليست أساسا أمينة من حيث السلامة العامة وليست يعني نقول قانونية، لأنك أنت بتبيع أسطوانة على أساس أنها ملانة، لما بتكون تعبيت منها بريموس او اثنين لاشخاص فانت هنا في حاله غش، على الرغم من انه حضر صاحب الوكاله وافاد انه لا يوجد من هذا الحديث شيء، الا انه احنا كدفاع مدني كما تحدث في البدايه دقيقين جدا، وحتى نضع الامور في نصابها ونضع النقاط على الحروف اخذنا ورفعنا عينات من موقع الحريق لمختبر الدفاع المدني اللي خلال 48 ساعه راح يظهر حقيقه ويبين عنا السبب الحقيقي. على اي حال يعني مهندس عروب احنا هذه المكاتب لها شروط، يعني حتى مكانها والتخزين ممنوع فيها، حتى مكانها يفترض ان يكون بعيد اقل شيء 50 متر عن المواقع الحيويه اللي فيها اكتظاظ لتواجد الناس مثل المولات مثل المدارس المستشفيات
المواقع الحيوية مثل الخطرة مثل محطات المحروقات وما إلى ذلك. إذا هي هناك العديد من الأخطاء، وللأسف هذه هي مرخصة سابقا، ولكن في عام 2012 صاحب الوكالة لم يقم بتجديد الترخيص، علما أن الدفاع المدني حسب كشوفاتنا حسب ما أفاد رئيس قسم الوقاية في دفاع مدني شرق العاصمة شرق عمان صباح اليوم كنا في حديث، أنه كان هناك كشوفات اثنين، تم توجيه إنذار وتم مخاطبة عطوفة محافظ العاصمة وتم مخاطبة أيضا حتى من خلال الحاكم الإداري مصفات البترول لقطع الغاز على هذه الوكالة، شأنها شأن أي وكالة تخالف التعليمات. فقضيتنا أخت عروب أولا وأخيرا هي يعني لابد أن المواطنة يعني هي لها أشكال عديدة، وكما تفضلت في إحدى حلقاتك ما بعرف مبارح أو أول مبارح الفساد له أشكاله. نعم. والمواطنة بالمقابل باتجاه إيجابي لها أشكالها، الحفاظ على كل هذه الأمور هذه المعطيات، السلام العام، اهتمام بسلامة الإنسان، كل في موقعه هي تحقيق حقيقة يعني وتمثيل وتجسيد لمفهوم المواطنة الحق، ليست بالشعارات ولا بالنداءات ولا بالأغاني ولا بالأهاليين. طبعا 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 يا ريت كل واحد فينا ستي في موقعه أن يكون مؤتمن على العمل اللي بقدمه. نعم. هذه الأسطوانة يعني وهذه السلعة هي مفيدة جدا، هي حاجة ضرورية ملحة خاصة في ظل هذه الأجواء الباردة اللي حكى الأخ من الأرصاد الجوية. نعم. قبل قليل. نعم. وتنبأ في إن شاء الله أنه التنبؤات في مكانها، سيكون هناك أمطار خير، سيكون ازدياد في استخدام هذه السلعة، وبالتالي نحن إذا كنا نوجه رسالة إلى كل أبناء الوطن العاديين اللي بيستخدموها فرسالتنا الأشد والأقوى لهجة حقيقة، ورجاء ومطالبة تطبيق التعليمات من القائمين على توزيع هذه السلعة اللي أنا بعتب عليهم دائما، وبعتقد أنهم لازم يكونوا شركاء في الرسالة التوعوية للمواطنين، لأنهم موزعين للغاز، لما يروح يركب الاسطواني في بيت لازم يعطي محاضر لست البيت كيف تستخدمها، مش انه يجي يستخدمها بطريقة خاطئة ويشكل عبء علينا او على المجتمع ويشكل خطورة لا قدر الله في مثل هذا الحادث الواقع يوم امس، اللي نحمد رب العالمين اولا واخيرا انه اقتصرت خساره على نقول احتراق 15 اسطواني جزئيا من الجزء الخارجي الحمد لله، وتم نقول تأمينها من خلالنا ضبطها وتسليمها بضبط رسمي إلى مصفات البترول صاحبة الاختصاص في هل يستطيع أن يصينوها ويعيدوها إلى التداول بين الناس أو شطبها، وهناك 45 اسطوانة تم حمايتها بحمد الله من خلال عملية المكافحة السريعة، لكن أملنا دائما يبقى برب العالمين، وتوجه للمواطنين أنه هذا الاستخدام لهذه الاسطوانة حقيقة اللي كل سنة يذهب نتيجة استخدام الخاطئ لها حتى من إخواننا في بيوتهم أو في مؤسساتهم أو في مطاعمهم يذهب ضحايا وأعداد كبيرة وإصابات وحوادث مختلفة نحن بغنى عنها، نتمنى على الجميع حقيقة أن يكون هناك تعاون بناء وفعال وأن يكون التزام بالتعليمات والشروط اللي لابد من تنفيذها، يعني الأخ صاحب الوكالة رجع الدفاع المدني طلبوا منه ليجددوا الترخيص كما فهمت اليوم، طلبوا منه الكشف على الآلية وبعض المتطلبات والكشف على المكتب، لكن من شهر 6 ذهب ولم يعود، واحنا الان خلال اسبوع كل عام وانتم بخير جميعا ننهي هذا العام ونستقبل عام جديد. نعم. يعني انتهى عام كامل ولم يرخص، وللاسف ليس لوحده، يعني انا فهمت اليوم انه الكشف الذي رفع الى عطوفة المحافظ من العاصمة في اكثر من وكالة عشرات الوكالات في نفس الوضع، نعمل الان من خلال توجيهات عطوفة الباشا على إجراء حملة تفتيشية مفاجئة على كل وكالات اللي عددهم 1700 في كل أنحاء المملكة حتى نقف حقيقة على أرض الواقع لهذه المكاتب وهذه الوكالات ونضمن سلامة إجراءاتها وبالتالي جاهزية للتعامل مع هذه المادة الخطرة دون أي عواقب سلبية لا قدر الله قد تقع في حال الاستهانة بمثل هذه الاشتراطات الخاصة بالسلامة العامة في موضوع وقضية الغاز اللي يعني كل مواطن داخل المملكة. نعم إن شاء الله، يعني ربنا يعطيكم العافية فريد بيك ويقويكم وجهودكم دائما طيبة، بس يعني بنتمنى نوصل لمرحلة هالناس يعني اللي عندهم تحديدا أصحاب وكالات الغاز إنهم ما يستهينوا لا بحياتهم ولا بحيات الآخرين، يعني منيح لي وقفت بس على 15 أسطوانة قدر الله وما شاء فعل، ولا كان لا سمح الله صار كارثة. يعطيكم ألف عافية فريد بيك، وأنا بدي أشكر دائما تواصلكم وتعاونكم معنا وبنعتز أكيد بهذا التعاون.
واحنا يا ستي جاهزين دائما وشاكرين جدا، الجهد يعني مشترك حقيقه، والشكر مضاعف منا لكم، لانه انتم من تعطونا المساحات دائما اقول الكافيه والوافيه لارسال حقيقه رسائلنا التوعويه، اللي انا اعتقد جازما انه قد يكون فيها من نوع من التكرار، لكن ما زلنا وما دمنا نتعامل مع حوادث في هذا المجال يوميا احنا مصرين ان نكرر نفسنا، يعني حتى هذه القله القليله التي لغايه هذه الان تصر على مخالفه اشتراطات السلامه ان تمشي ضمن الصف الواحد، وان نكون حقيقه كلنا يد واحده حتى نتفادى خطر الحوادث بنتائجها، سواء كانت على الارواح او على الممتلكات وفي كافه القضايا والاشتراطات اللي احنا نتحدث عليها على مدار الساعه. نامل ذلك، ومره اخرى كل الشكر لك اخت عروض على يعني هذا التواصل وهذه المساحة الوقتية والزمنية الكافية لتمرير هذه الرسائل التوعوية لكل أبناء الوطن. العفو العفو فريد بيك، يعطيكم ألف عافية وشكرا لتعاونكم معنا. خلص آخر اتصال بحلقة اليوم، أبو شمس مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك أخت عروب؟ يا هلا منور البرنامج والله. الله يخليك، تسلم، هذا نوركم. كيفك إن شاء الله بخير؟ الحمد لله بخير، إذا أنتم بخير تفضل. لله في اختي برنامج احنا يعني نحكي على اساس موضوع، في عندي مشكله انا بالنسبه للميه والكهرباء. نعم. ومشكلتي قسم التنظيم وزاره الرياضيات. نعم. ويعني يعني نعاني من موضوع حاصل لنا 3 شهور، ومن 6 شهور تعطينا موعد الاخت هبه الخمايس، المهندسه هبه الخمايس، على اساس انها تكشف. يعني من 6 شهور قلب التليفون نضرب عليهم على الارضي، قلب معنا 3 مرات في 6 شهور. و3 مرات تقول لي اول اسبوع هل يجي انا اكشف وانت معنا صوتك. يعني ابو شمس بس عشان انا اسمع او افهم الموضوع، هلا من 6 اشهر مش واصلتكم المي؟ انا صار لي 3 سنوات مش عنده مي ولا كهرباء. ليش انتم داخل التنظيم؟ داخل التنظيم، معي قشان بنمرتي وساكن نفس البيت، وطلبوا مني تغيير سلسله استعمال لانه التخطيط القديم يختلف عن الجديد. عشان يدمجون مع بعضهم البعض، لو مني كتب من وزاره المياه ومن سلطه وادي الاردن ومن كل الكتب جبناها، ظلت واقفه على الكشف، بس تجي تكشف وياخذوا قرار وزاري ويعلن الاشغال بمد مياه وكهرباء. فمعيرين على هذا الموضوع. نعم. والمشكله هذه يعني اعاني منها صار لي فتره طويله، يعني احنا بالغور متوفين واللي مش معاه واسطه بعمان فوق ميت. والله يا ابو شمس ما انا عارفه شو بدي اقول لك، طيب. ابو شمس رقمك موجود مع الزملاء، بلكي ببدايه حلقه بكره ان شاء الله بنتواصل احنا وياك والمعنيين، لانه يعني يمكن انت اخر اتصال معنا بالحلقه، خلي الموضوع لبكره وان شاء الله انا بوعدك اول موضوع نطرحه في البرنامج هو موضوعك، ولا يهمك. يا ريت تهتم يا اخت عروب بال، ولا يهمك من عيوني، ولا يهمك ولا يهمك. شكرا شكرا ابو شمس. بدي اوجه تحيه لهدايه، يا بنت بلدي والله انك منوره، واشكرك على هذا البرنامج الرائع، الله يحميكي، تحياتي هدايه حبيبتي، مساء الخير، ونشكر اكيد متابعتك لنا. هناك فساد اداري في اوقاف السلط وتصاريح هؤلاء ليست على الاوقاف، مصريين نصبوا انفسهم مؤذنين واحتلوا سكنات المساجد وهم غير متعلمين. طيب يعني هذا الموضوع اخي الكريم اللي بعت لنا المسج، يا ريت تتواصل معنا فيه. مساء الخير اختي عرب المذيعة المتالقه، احب فيكي وطنيتك، شكرا ورد، مساء الورد وتحياتي لك. ايمن البدوي مساء الخير ايمن وتحياتي لك، شكرا، وصل الطلب، تحياتنا اخ ايمن. وبدي اوجه تحيه لاخ طلب القواسم اللي طرحنا حالته اكثر من مره في وصل صوتك، يعني بنرجع نطرحها، هو بحاجه لمساعده ماديه، اهل الخير اذا حدا بيحب يساعده رقم هاتفه موجود لعنا. بنت لبنان مساء الخير ريتا، مساء الخير محمد الرماحي، بدي اوجه لك تحيه، وكل اللي بتواصلوا معنا عن طريق الاسم اس، بنعتذر يمكن امبارح ما مرينا على رسائلكم، لكن دائما احنا وياكم على تواصل. فاكس البرنامج بس اذكر فيه باخر الحلقه 560-5250، لهون بتكون حلقتنا انتهت. دائما نقول حمى الله الاردن قياده وشعبا وادى مع عز وجل علينا الامن والامان، شعارنا هو دائما شاء من شاء وابى من ابى، الله الوطن الملك، ونحن الاردنيين فقراء لكننا الأكثر تعنيما، فقراء لكن نمتلك أعلى سقوف الحريات، فقراء لكن لدينا أقوى جيوش المنطقة. أنا الأردني بحجم بعض الورد، إلا أنه لي شوكة ردت إلى الشرق الصبا، مني عروب العبادي ومن مخرجنا محمود طلفاح، ومن على الاتصالات والإعداد العم أحمد أبو مهدي، وعلى الصوت أحمد داود، والتصوير محمد العبادي، وخدمات إنتاجية محمد بدوي وكريم المصري، كل التحية، ونراكم يوم غد في تمام 5. دمتم بكل الخير، إلى اللقاء.